بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل لمعبد الدكة استمرار لمعابد النوبة، لكن المرة دي مش معبد فرعوني، احنا ندخل في معبد جريك رومان، معبد اشترك فيه عدد من الحكام وهنلاقي خراطيشهم كتير، معبد بطلميوس اثنين بطلميوس اثنين فيلادلفوس اللي عاش مع الحاكم الميروي اركماني، ولقينا اضافات لبطلميوس التاسع ولقينا اسم اوغسطس وتيبيريوس. المعبد الدكة اللي مخصص للمعبود جحوتي سيد منطقة الدكة ومنطقة كارما. المعبد اتعمل كحصن في العصر الروماني المرحلة المتأخرة، وكان عرض الحصن ده بالسور بتاع 444 متر عرض في 270 متر طول. المعبد صور فيه العديد من المناظر المخصصة لعدد من الآلهة والآلهات اللي مش هنشوفهم إلا في هذا المعبد. على سبيل المثال للحصر الإلهة ويبست، واحدة من الربات الهامات جدا اللي هنقابلها هنا. عناصر المعبد تشبه إلى حد كبير عناصر معبد وادي السبوع، ولكن لا يتقدمها السبوعية. المعبد ده اتنقل زي غيره من المعابد بتاعة النوبة، اتنقل المعبد الى 50 كيلو الى الجنوب عند منطقة وادي السبوع سنة 1960. نبدأ ببيلون المعبد. البيلون مبني من عهد الامبراطور اوغسطس اللي هياخد لقب برعة، واوغسطس هنتكلم عليه جوه في حاجات كتير هنحتاجها سياسيا، لكن من هنلاحظ ان مفيش اي مناظر. واضح من تصميم البيلون انه واخد شكل البيلون المعبد المصري القديم بنفس الفكر. لكن الممر بقى وانت داخل من البوابة بتاع اللي جنب البيلون او في منتصف البيلون بنلاقي فيها مجموعة من المناظر، يعني بلاقي اوغسطس بيقدم قدام الجحوتي. جحوتي هنا متصور بالهيئة الآدمية، جحوتي سيد منطقة الدكة، وخلف جحوتي في الإلهة تفنوت، ورا الإلهة تفنوت موجودة الإلهة إيزيس. تقدمات معتادة، منظر تاني بسيط قوي، إيزيس والإمبراطور قدامها بيقدم القرابين، لكن قدام إيزيس في بقايا نص، في جزء قبطي مكتوب، لكن في نص مكتوب بالكرسيف أو بالكتابة السريعة بتاعة المرويين. ظهر البيلون بلاقي عليه مجموعة من المناظر البسيطة جدا. المجموعة بتاعة المناظر اللي بلاقيها على ظهر البيلون بلاقي منها أوزوريس وإيزيس كأنه مخربش منظر مكملش، ثم بلاقي منظر لحاكم ملك مش معروف اسمه وهو بيقدم القرابين. هنلاحظ هنا شكل الأواني اللي على التابلودوف أو على مائدة القربان، إزاي الأواني شكلها مختلف. بلاقي بعد كده منظر تجزيعات، التجزيعات دي فسرها بعض الباحثين بأنها قد تكون التقسيمة الاسكتشات بتاعة المناظر. عدينا البيلون والظهر بتاعه، الدنيا هادية جدا، بندخل منه كأنه جزء منفصل على المعبد. بنبدأ بالفناء، الفناء بيتقدمه بوابة، البوابة عمودين وحوائط ستاير يمين وشمال، منها بندخل على مجموعة من المناظر. يعني على الوجهة مثلا بشوف منظر بسيط جدا لشو تفنوت من الهيروغليف اللي متقدم لي فيها، وهم بياخدوا القرابين و من الملك. المنظر اللي بعده بشوف فيه الملك بركات عابدين مكان الملك بطلميوس الثامن هنا، وهو بيقدم لي خنوم اللي وراه حتحور، طبعا بكل اسف اساءة المكان والاستخدام. المنظر السفلي دايما بيبقى منظر لطيف جدا، هنلاقي فيه بطلميوس 8 ووراه واحده كاتب حمه اف. طالما بطلميوس 8 كاتب حمه اف يبقى كيلوباترا 3، لو كاتب سنه اف تبقى كيلوباترا 2، ووراه رموز النيل حابي. المنظر المكمل على الجنب الثاني بلاقي الملك بيقدم القرابين، بيقدم عين الأوجات، بيقدمها الحورس ابن إيزيس وخلفه إيزيس. والمنظر اللي بعده بلاقي فيه الملك بالتاج الأحمر بيقدم الساعة المائية للإله أوزوريس والنفر، وخلفه الإلهة إيزيس. بعد كده بلاقي الإفريز السفلي في الملك برضو بطلميوس 8، بطلميوس 8 ومعاه كيلوباترا 3، وراهم رموز النيل وهم بيخرجوا او بيقدموا القرابين اللي بتخرج بخيرات مصر. عال بنيجي بقى للاركان، الركن الشمالي الغربي هنلاقي نقش بارز لبطلميوس 8 بيحرق البخور قدام حرس الطفل ووراه الاله حتحور، ومنظر بعديه بيمثل كلمه فرعون برعا ظهر يمكن الخرطوش لابس التاج المزدوج وهو بيقدم التاج الابيض اسف وهو بيقدم القرابين. وإفريز بياخد الجنب من حياة الكبرى بأشكال مختلفة، منها ما هو بشكل الحية ومنها ما هو بشكل الأسد أو أنثى الأسد. الإفريز السفلي هلاقي فيه الملك أو الإمبراطور أوغسطس بيقدم القرابين والليستة كاملة أمام المعبود أوزير والنفر الكائن الجميل، وخلفه إلهة غالبا هتكون الإلهة إيزيس. ندخل على الصالة أو الصالة الكبيرة اللي هي الفناء الأسخة عدس حبينا نسميها. هنلاحظ هنا حاجات إن المناظر كانت بتتركب وبتتهد، لأن المعبد ده كان اتهدم وعاد بناؤه برزنتي لو حضراتكم عارفين. المناظر اللي عندي هنلاحظ فيها إنها مناظر
ما بين البطلمي والروماني، يعني في حاجات اتعملت بطلمي ومناظر عملها الروماني. يعني الاقي منظر مثلا للامبراطور اوغسطس واخد برعاه، برعاه حاليا دايما اربطها بغسطس، قدامها يتم كبش، الكبش الاولاني امون سيد نباته، والكبش الثاني امون سيد بريمي، بريمي اللي هي او برميل اللي هي منطقه في الغالب قصر ابريم، وراهم الاله، الاله حورس ابن ايزيس. بعد كده بدخل بلاقي المناظر اللي أزير وراء إيزيس، وحورس يمكن متهدم برضو برعة اللي بيقدم، بلاقي بعد كده منظر لجحوتي بالهيئة جحوتي بتاع الثمون، بعدين جحوتي سيد الدكة وخلفه الإلهة تفنوت والإمبراطور برعة هنا بيقدم، بلاقي منظرين بعد كده، بلاقي منظر متهدم لحاكم بيقدم قرابين قدام مين الله أعلم، وبعدين مرة تانية بيقدم القلادة قدام المعبود شو وراء تفنوت اللي متصورين عندي بالشكل الصريح بتاعهم. المنظر الاخير بلاقي عندي فيه الاله جحوتي متهدم ووراه الهه مهمه جدا، الهه على راس حيه الكبرى دي الالهه ويبسيت، ويبسيت اللي هي الالهه الثعبان الشعله اللي عباره عن نيران، ودي ظهرت في العصر البطلمي وكانت واحده من الربات اللي اشعلوا الطريق او اضاءوا الطريق امام عوده تفنوت انثى الاسد التي عادها شو الى منطقه الدكه. على الناحيه الجنوبيه بلاقي عندي الملك بالتاج تعبد قدام او بيقدم القبر لايزيس وحورس، بعدين مره تانية البرعه بيقدم حاجه قدام الاله اوزوري، بيقدم اللبن واضح الارتت هنا بيقدمه للاله اوزوريس، بس مش عارفين ايه بالظبط اللي موجود. الباب نفسه من تحت بقى بيمثل من فوق افريز الكورنيشن، الكورنيش المصري، وقرص الشمس المجنح. المناظر بتاعته كلها بتمثل عندي تقدمات، بلاقي جحوتي ويبسد، بلاقي تقدمات بقى من بطلميوس 4 وارسينوي وغيره بقى، الملوك بقى بتتقدم لها، الهه بتتقدم لها، حلاقي حورس وحلاقي امون وحلاقي حرختي وحلاقي خنم وحلاقي ايزيس وحتحور، تفصيله عاديه جدا. من الممر بقى اللي بدخل منه بلاقي منظر واضح منه تركيب برازنتي للمعبد زي ما انتم عارفين، الملك بيقدم المعت لجحوتي سيد المنطقه بتاعت الدكه وخلفه تفنوت، جحوتي مهدم تماما واللي فاضل منه اسم او اللي فاضل هو النقش بتاع تفنوت. هندخل بقى على صاله التجلي، بتشوفها من فوق على فكره لطيفه قوي ان احنا بنشوفها من فوق، بوابتين وبينهم حيطه، بوابه شماليه وبوابه جنوبيه، وبينهم هي بقى عباره عن جزء، يعني بلاقي الفناء الاولاني بطلمي، وبعدين بلاقي المكان اللي بعديها ده بتاع روماني، وبعدين اركماني عامل بقصوره بيعتبرها قدس الاقداس بتاعه. العتب من فوق بتاعها بلاقي عليه مناظر لخراطيش من اول بطلميوس 4 لبطلميوس 9، الكتفين مناظر عاديه، عنقت وساتت ايزيس وحتحور كل واحده من الالهه بيتقدم لها قرابين، وبعدين المنظر الجميل اللي بيه العتب او في الجزء اللي في النص ما بين البابين بيمثل عندي التعبد امام شو وارسينوفيس وتحوت. ارسينوفيس دايما بنعرفه بالارضين بتوع ارسينوفيس ده اتكلمنا عليه في كلبشه كتير قبل كده، وبيدوله الملك بتاع رع. بعد كده بلاقي المنظر اللي فيه بيظهر ملك، هنا بقى بيظهر ملك مهم خنوم وراه ملك مكتوب برعة بتاع سنمت، سنمت ده ارتبط بأغسطس. ايه اللي حصل؟ أغسطس لما وصل للحكم قامت ضده ثورات في مروي، وكان عليه انه يقضي على الثورات دي، لما قضى عليها الوالي بتاعه اعلن ان الامبراطور هو معبود من ضمن معبودات منطقة النوبة ومنطقة مروي، علشان كده لما يتصور مع الملك متصور مع الالهة يبقى موجود كأنه واحد منه. منظر اللي بعديه بشوف عندي برضو اركماني بقى هنا واقف بيقدم قدام مين؟ اوزوريس وايزيس وجحوتي فنوت متصورين، وكل واحد منهم بيديله حاجه من رموز الملك او العظمه بتاعتها. المنظر اللي بعد كده مجموعه من الالهه، والصف الاخير كالمعتاد رموز النيل وهم بيتحركوا. باجي على الباب الجنوبي بقى الناحيه الثانيه بشوف عليه، الباب الجنوبي ده المناظر اللي عليه البرعه هنا والتكمله زي ما قال لنا برازنتي بتاعت تيبيريوس مش بتاعه غصب، تقديمات عاديه على العتب اللي فوق من تقديمات الحرق البخول لتقديمات مختلف ومعاه الالهه، ثم المنظر بيكمل تحت بآلهة مختلفة. مقصورة أركماني اللي هو اعتبرها قدس الأقداس بتاعته، نشتغل بقى عليها، هنلاقي المنظر العام بتاعها، أركماني في كل المناظر، يحرق بخور قدام جحوتي ويبسط، بيقدم قرابين قدام حورس ابن إيزيس وحتحور، بيقدم مع جحوتي اللي هو سيد الدكة وراه تفنوت، بيقدم مع إيزيس وراه حورس ابن إيزيس، بلاقي بعد كده بدخل منها على ممرين، الممر الغربي منهم بلاقي فيه مجموعة من المناظر، المنظر الأول مثلا بلاقي منظر شبه مهدم بس الملك بيقدم قرابين لجحوتي ومراته اللي بتظهر واللي كانت معبوده في الواحات وربه من ربات السحر والحمايه المعبوده نحمه عوي، والمنظر اللي بعده بلاقي بيقدم لثالوث اليفانتين، اسف ثنائي اليفانتين خنوم وعنقت، خنوم و
عنقد أخنوموساتت عفوا أنا بعتذر لحضراتكم، وخلفهم الإله بتاح. بينزل بعد يوم بلاقي منظر تاني، بلاقي الملك بيقدم إناءين العطور قدامه زوريس والنفر والمعبودة إيزيس، وبعد كده بيتعبد قدام ثالوث طيبة، الملك بيقدم القلادة أمونو موتو خونسو. بعد كده المنظر الملك بيجي كمان وبيقدم الإناء اللي هو إناء النمست، بيقدمه ما بين الإله أمون سيد منطقة النوبة أو سيد نباتا، وخلفه الإلهة إيزي، الإلهة اللي بتصور معاه الحياة. المنظر هنا بتمثل الإلهة ساتت، وتحتها المنظر اللي بعدها بيمثل الملك الفرعون رب نمس رب سمنت اللي هو اتكلمنا عليه على أغسطس، وبتسنده أو بتبجله أو بتحتضنه الإلهة عنقت. بعد كده بلاقي المنظر على الجزء الثاني اللي هو السفلي بيمثل عن جحوتي بتاع الأشمونين، وبعدين جحوتي سيد دكة ومعاه تفنود، وبعدين منظر تاني. كل المناظر اللي شغالة أركمان، قرابين بتتقدم للإله حورس ابن إيزيس حربة غرد، ووراء الإله إيزيس في الغالب أو. وبعدين المنظر بعد كده بيكمل عندي على الجزء الثاني عشان أدخل على الجانب الشرقي من المقصورة، بلاقي الملك بيقدم قدام الإله أوزوريس وإيزيس وحورس ابن إيزيس المنظر اللي بعده الملك بيقدم المعت لجحوتي ويبسط. المنظر اللي بعده الملك قدام بيقدم بيحرق البخور وبيقدم او بيقدم فستان النو قدام راحوا رختي وحتحور. باجي على الصف الاوسط بلاقي عندي الملك بيقدم باقات الورود لشوت فنوت، الملك بنلاقيه بيحرق البخور قدام ايزيس وحربة غرد. بعد كده بنيجي على الصف السفلي بلاقي الملك بيقدم الاوجات لمين وخلفه نفتيس، والملك بيقدم انواع القرابين الجميله لحربة غرد وخلفه المعبوده نخبه ربه الجنوب، ثم بيقدم البخور والتطهيرات قدام اوزوريس الكائن الجميل. بيجي بعد كده على الجزء الاخير او بنرجع بعد كده عشان ناخد الصاله او الجزء الثاني من الصاله اللي هو الجزء الجنوبي بقى او الممر الجنوبي من الصاله، بلاقي اول منظر عندي بيمثل الملك برضو اللي هو أركماني في كل الحالات بيقدم القرابين لحورس سيد بوهن ومعه حتحور، وبعد كده بيقدم القرابين الدهون العطرية أمام الإله جحوتي رب الأشمونين ورب الثامون الأكبر وسيد منطقة الدكة المقصورة الرومانية. وفيها أهم منظر في المعبد، أهم حدوتة في الدكة، الحدوتة اللي كلنا بنسمعها، تفنوت أنثى الأسد اللي غضبت من رع لأنها كانت عينه زي ما قالت الدكة، وبدأت تقتل في البشر، وبدأت رحمة الإله تغلب قسوته، ابتدى يحاول إنه يعيد عينه. سمعناها مرة حتحور ومرة سيخمت لكن هنا بنسمعها أنثى الأسد، مش كده بيسموها أسطورة أنثى الأسد. بسرعة بعت عينه اللي هي جحوتي، جحوتي هنا اللي بتصور بهيئة القرد وهو بيضلل عليها أو بيحتويها، وعلشان كده بيحتفلوا كانوا أهل الدكة أو أهل كهنة المعبد بيحتفلوا بعودة أنثى الأسد كل عام بإنه بداية الفيضان وبداية الخير والعيد بتاعها، وده العيد الأساسي الموجود عندي في منطقة الدك. بلاقي بقى كل المناظر مرتبطة بيها، يعني المنظر ده هو الرئيسي، لكن فوق بلاقي اتنين أيبس بيمثلوا جحوتي قدام علامة المعت، الحرس البحديتي بيحمي الخرطوش بتاع الملك بتاع البرعة، لأنه حماية البرعة هي حماية للمعبد، هي حماية للعيد، هي حماية الرع في الأسطورة بتاعته، حتى الأسدين اللي بينظروا إلى بعضهم، المناظر كلها الأسدين اللي بينظروا ما بينهم علامة الحياة في منظر يعني عودة الحياة بعودة الأسد مرة تانية أو بعودة رع وعودة الشمس مشرقة، لأن الشمس دايما كانت تشرق ما بين الأسدين. على الجوانب بلاقي عندي المناظر، تقدمات عادية جدا بيقوم بها الإمبراطور الروماني، المناظر هتلاحظوا رقتها شوية، يعني ألاقي شوت فنوت، ألاقي عندي أحيانا بيقدم النسيج مثلا للآلهة بتاعت فيلة في الأباتون وزوريس وإيزيس، بلاقي عندي كمان التقدمة بتتم لحورس المنتقم لأبيه معاه إيزيس، بلاقي تقدمات عادية جدا شوت فنوت، يعني مفيش فيها مناظر ممكن زي ما بنقول بالبلدي كده ممكن انها تكون مناظر تخض. لما بدخل على قدس الأقداس بلاقي قدس الأقداس فيه الناووس الروماني عهد أغسطس، برضو أضيف عليه عمل الحاجات اللي عملها أركماني لكن أغسطس هو اللي ظهر وحطش يعني بقى أغسطس كان من الذكاء انه حط برعة ما حطش اسمه عشان ما يتقارنش بشخص حاكم ميرو اللي هو اصبح مسيطر عليه. تقدمات عادية امثلة كتيرة منها، بلاقي حورس ابن إيزيس حورس مثلا اتنين شكل الحورس من اشكال حورس معبود النوبة، الاقي مثلا إيزيس بتتمثل وراء حورس ابنها حورس ابن إيزيس، الاقي احيانا امثلة تانية ليه
جحوتي وراه سخمت، بس منظر جحوتي وسخمت حلاوته انك تشوفه الفنان، ما اعرفش هل الفنان كان ايه التجسيم اللي عمله الفنان في تبطينه جسم جحوتي تحديدا، كانت جديده جدا علينا. الاقي الملك قاعد في وضع ركوع جديد جدا في الفن، وهو بيقدم البخور قدام جحوتي سيد الدكه وخلفه الاله المعبوده تفنوت، ثم المنظر المناظر الثانيه بتمثل التقديمات لالهه مختلفه باشكال عاديه. كل المناظر زي ما قلت ما تخلوش من انها تكون مناظر تقدمه بتدي للمعبد مكانته العظيمه، مكانه المعبد اللي نقل واحد من اهم المعابد في النوبه، واحد من المعابد اليونانيه الرومانيه التي تحكي اسطوره من اهم الاساطير، عوده اللبؤه الى مركزها لاصلاح ما فسد منها ولعوده رحمه رع فوق قسوته. اشوفكم ان شاء الله في معبد جديد من معابد النوبه.